كنت اتوقع بانه عمليه زراعه اللؤلؤ هيك صعب وهيك يطول. مبدئيا اكو شيء اللي هو مصنوع من هذا الصدف، هذه خلوها داخل المحاره وبعد سنتين تتحول الى لؤلؤ، وسنتين تقضيها هنا بهذه الشبكه داخل البحر. فاكيد راح يكون غالي، يعني سنتين انتظار حتى يتحول هذا الحجر إلى هذا اللؤلؤ الجميل أو إلى هذا الحجم الأكبر. طبعاً هذا أول شيء فتحتها بهاي الطريقة السليمة، بعدها أشل أفتح الغشاء، بعدها أسوي لي مكان عشان أقص، هذا يقص، أسوي شق مستقيم أدخله داخل لين هذه الغدة تناسلية، أرد نفس ما دخلت، بعدها أحط الغشاء للغدة التناسلية. صراحة الشيء الوحدة هذه هي طريقة زراعة اللؤلؤ، عملية فنية جدا، عاشت الأيادي.